اللي بيميز ديكورات الأفراح أو المناسبات الصبح عن بالليل؟ بصي، هو الموضوع بيكون مختلف خالص، ان لو احنا في مكان مفتوح او مكان فيه الوان بيبتدي ان احنا نتجه شويه للالوان. يعني لو كنا لسه الفتره اللي فاتت عاملين فرح برضو في السخنه، كان كله عباره عن اللون الابيض ومعاه ازرقات خفيف جدا، تمام، او اكسسوار الالوان يكون خفيف. لو مكان جوه قاعه او مكان مقفول بيبتدي بقى ان احنا نشوف البنوته هي محتاجه ايه، الالوان اللي هي حباها، بيربل، فوشيا، حسب اختياراتها يعني. بس معظم البنات بتحب الابيض، يعني كل البنات حابه الفتره اللي فاتت الابيض، راجعه تاني الابيض كامل. يعني الجديد السنه دي في تنظيم الافراح، كل الفتره اللي فاتت حابب قوي ان هو يخرج عن المود العادي، سواء حتى لو كانت مكان مفتوح او قاعه، لان هم حابين قوي فكره انه يكون في مكان زي الساحل السخنه. كل المود دوت الفتره اللي فاتت عملناه كتير يعني، ومبسوطين جدا بيه، بيكون تكلفته اقل شويه وبيكون مكان مفتوح، والموضوع كله بيبتدي بشكل جديد.